ايوه والله اني فرحت عليك بصراحه يا اخي. شوفوا اسالكم بلاش، شوف الصدمه. اي بس والله العظيم انها عاديه جدا والله. وش ما ترجع يما الا عادي شفت ذي تروح على طول ببيع الموتر. ليه لم ليش ادري خلاص وكاله جديده ونعفط الباب هذا الطرف كله. طب خلاص يتعدل ذا سم كرب ترجع بس كذا خرابيط احس ما راح ترجع زي اول. طيب يتعدل ذا ما يمتي يتعدل بس شفت الحين اللي عارس يوم ايوه دلتا. ايوه طب نظر شنو صارت ما كأنه هي غير. والله العظيم اني اشوفها عادية. يا الله شوف دلع البنات. يا الله صدمة عادية على طول ببيع الموتر. وش دلع بنات امك انا؟ لا يما معليش ما اني يعني يا عمري انت. بس والله العظيم اني تأثرت. يعني بيع على والله على والله اني مرة تأثرت قبل امس كان. تخيل رجعت وخليت الباب مفتوح. انتبهت. انا ادري اني غلطانة بس صدق. الحين انا عندي سؤال. الحين انت كيف؟ طيب طلعتي من هنا؟ هي طبعا طلعت والباب مفتوح يعني. كيف طلعتي من هنا؟ زين؟ انا ايش دخلني انا؟ ابعلمك وراه. انت دقيت علي قلت في طلبيه برا. طيب. لازم اشغلك. طب سؤال بس معليش انا ولا قاطعك، انت من ما بغيت تجي يا اخوي العظيم. والله العظيم يا اخي ناس والله العظيم يعني انا ما ادري. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش تبي يا ولد؟ ابغى قدام. ايش تبي؟ ابغى قدام. ها؟ شاري منعنا من الماز والضحك اصلا. اركب قدام. اقول ايش تبي اركب؟ يود اركب قدام. اقول احرك بس حرك. والله ما احرك. حرك يا حيوان حرك. الليلة النومة هنا اقسم بالله. والله انت حرك والله. والله العظيم ما احرك. والله العظيم انت حرك يا ابوي. ام السيارة لك الحين. جاهل لو سمحت حرك. قلت لك انا الليلة النوم هنا والله ما حرك. ترى والله انا وراي مشغلك مكيف انا اطفي ام السيارة لك الحين. لو سمحت امش طيب. والله العظيم حتى شفت مكيف ما راح افتحه لين تركب قدام. اركب اركب برضه. وشو برضه وش بتسوي يعني؟ يعني بدون الغصب. اي طيب يلا تفضل شوف وش بتسوي يعني بتصدم فيني يعني؟ لا ما راح اسوي شيء بس اركب. لا من ابراهيم اركب لو وقف نص الدايري. وقف نص الدايري شو بتسوي يعني؟ وقف نص الدايري. والله لا والله لو نجحت لو وقف. يا رجل وقف بس يلا يا حيوان يمش. يجيك يوم. السلام عليكم يا ام فهد. يلا حيوان شكلك طيب. عاد شوف الحين انا بعطيهم سناوي. هذي محتوى حلو بعد. وش المحتوى اللي بتقدمه؟ كل شيء سيارات اي شيء خصومات باذن الله. عاد ما شاء الله تبارك الله عندهم كاتب تاجير. الله الله بالخصومات. انا خشبي اللي يجيب المطار مش هذي اللي خصومات. يا بعد راسي ابد هذا سنابه وروحوا له واللي يقول مطرف مشاري ابد ان شاء الله انه ما يقصر معي. على خشبي يا بعد قلبي الله. او ماي جاد هذا انا هذا انا جابني هنا. شكرا والله الله يسعدكم شكرا. او ماي جاد شكرا. اوريكم كلام انت ايش انت فرح واحس الفرح مني فرح تخرجت بعد فرح تخرجت تدهي الدنيا فرح لك مبروك تخرجك بالله المناصب يا رب. شكرا لك يا شموخ الله يسعدك والله العظيم ما قصرت. هذا وشو خاتم؟ هلا وخري يلا وخري شوف يزيني
وين كنت؟ المتابعين يسألون عنك كل ليش ما يبث. آخر إن شاء الله بدنا واحدة حتى اليوم خلاص وضعت. كل يوم تقول بكرة، ترى طولت السالفة عاد. يقولون له 10 أيام، أنت لك 10 أيام صدق؟ أنا لي 10 أيام. ما أدري هم يقولون. والله أيام تمشي بسرعة ما يمشي. طب أنت صدق ليش ما بثيت؟ إذا فتحت إن شاء الله البث اليوم بتكلم عن كل شيء بإذن الله فعلا. بس اليوم بإذن الله أنا بفتح بث وبعد إن شاء الله حتى بتكلم بسناب. طيب تقدر تحدد الوقت؟ واحدة ونص ترى ما يفرق يعني كثير. اي خلاص واحدة ولا واحدة ونص يلا بقول عندي ان شاء الله. خلاص تمام اشوفه وصورت لكم عشان بس اطلع نص يلا. لا انا قلت لها نجحت خلاص. لا ما تتضايق من كلمة راسبة هي. تدري ان حاله وكذا. وش تتضايق؟ ما ادري. كب عليا موية. اي قلت بقص شعرك غصب مثلا كذا. ايش رايك بس خلي لها رجعت من النادي؟ طيب قصاره عاد متقص صدق انت تصدق؟ لا سو نفسك بتقص. شوف استانس والله بقص شعر. لا 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 خلاص هونا الشيء اللي دائما نختلف فيه ان انا امي الله يخليها لي ان هي مره على النظام وانا انسان فوضى. مره انا فوضى الى ابعد درجه. اما امي لا هذا اللي ترى دائما يعني سبب مشاكل تقريبا بيني وبين امي الله يخليها. أنت الحين مفتخر إنك فوضى؟ طيب ترى النظام مو صح. لا أنت نظام يمه نظام. ما الله أقول لك شلون غلطت بالسيارة يوم رجعت؟ تدري إن ذيك اليوم ضايقت صدق؟ تعرف والله إني مرة تضايقت والله. السيارة جديدة ووقف الحالة بالمواقف. أنا السيارة جديدة بالنسبة لي مو بعادي والله. يمه أنا تدرين إني طلعت سيارة جديدة صدمت جلست أضحك. ما شاء الله تبارك الله. لا أنت أقسم بالله أنا تبلد. تدرين يمه كم تقريبا صار من الحادث؟ ايه خمسة. وشو خمسة؟ خمس حوادث. متى؟ لعلهم تستحسبون على اللمسة عشان ما يطير قلبس. وليش طيب يا اخي مسرع؟ لا والله هم يغلط كلهم الغلط عليك. لا والله كلهم الغلط عليك. ريال. ها؟ خمسة لا ريال. خمسة ريال. أو ايش تبين اجل؟ 100 ريال. اقول شال الجيل التالي ذا. الله العظيم. قلت ايوه. قلت
دعمي. خلاص خلاص طيب ما تنسى يا خفيف. اي والله. اوكي يلا اهلي. خلاص يلا 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 اركب البيت. والله عظيم. بسم الله جاهزة؟ ايه. 5 ريال ترى. لا ما 5 ريال. اقول يلا بس. خير؟ شيك؟ شوي ترى لين بحياتها كلها ما ركبت معي الا مره واحده وهذه المره الثانيه تدرون والله العظيم. لا خلاص 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 لا خلاص لا خلاص خلاص والله ما سويت شيء. لا خلاص خلاص شيء ايش دعوه راح خايف اي والله ما سويت شيء انا. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص طيب بسم الله. بقالات تاخذ البقالة كلها متأكد انا. يا الله الله يستر منها ويعافوك. لو سمحتي 5 ريال ترى. 5 ريال لو اشتري البقالة. خلاص طيب يلا يلا بسرعة. وش خليني اوعدها من البيت. وش كريمة؟ انا كريمة اشتري لو فارس. لا 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 اشتري نفسس ما حد قال لي اشتري فارس. لا حد جبت جدا. خلاص يلا 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 بسرعة. وشو هذا؟ شو له؟ شو له؟ نعم. شو له؟ نعم. وش رايك تاخذين البقالة كلها بعد؟ ايش رايك؟ خلاص يلا تبينه؟ خلاص طيب خذيه يلا. بس تلو واحد بعد واحد. يلا خذي بس لا تكثرين لين ترى يعني اخر شيء ما انت ماكلته ترى. بعطي فارس انا اكون. ليش كذا ليش؟ ليش؟ والي بحاجة. اقول اقول بلا تلعب بسلام بس. واحد خلاص واحد. او معليش معليش حجر معليش. هلا يلا مشروب. يلا خذي مشروب خذي مشروب. طيب يلا خذي شبس. انا ليش انت نفسي امس؟ وش انك ودي؟ والله العظيم. ها؟ جنس المحمى صح؟ ايوه. طيب انا طبعا كنت احاول اوقف جنبك بس كنت راجع. ايه دافع مره وقف شوي كذا على جنب شو يصير. ابشر انه ينعذرني والله. تبارك الله. كم حساب؟ ما شاء الله هذا مش ايوه كم حساب؟ استر على 8.